معلش خلينا في التمانين. يوم الخبر لما الجهات الامنيه وافقت على عدد 50,000 كلنا حتى اندهشنا بصراحه، بس كنا فرحانين جدا. لا الرقم فعلا كان كبير، واحنا الرقم ده ما سمعناهوش من فتره. وبرده طبعا مع توجيه الشكر كل الجهات الامنيه اللي وافقت على القرار ب 50,000 يحضروا المباراه، برده عايز اشكر وزاره النقل اللي رجعت واحده من الخدمات الكلاسيكيه القديمه، خدمه الاستاد. خدمه الاستاد الناس القديمه واللي بيروحوا الاستادات من زمان قوي عارفين صحيح. خدمه الاستاد، ودي في وجهه نظري كابتن اسلام سهلت امبارح من عمليات توصيل الجمهور لبرده 50,000 والاسعار طبعاً. طبعا 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 ده حتى انا اعتقد بعض الاتوبيسات امانه بتركب الناس فور فري يعني مجانا من غير ما تاخد فلوس، ليه؟ ان هو بيسهل الموضوع. الباب بتاع صلاح سالم ده على طول كده، كان في صيام امبارح كمان والناس كلها يعني شفت امبارح على السوشيال ميديا من الصباح الباكر كم الصور اللي طالعه من المحافظات المختلفه، دول جايين من الشرقيه، دول جايين من المنصوره، دول جايين من الصعيد، دول جايين من اسكندريه. محافظات الشرقيه دول عملوا هجوم على التذاكر فبصراحه في ان هم يعرفوا الشكل نفسه كان شيء جيد.